معنا من القاهرة السيدة إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة. أستاذة إيناس، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تتابعون السفينة أوبن آرمز التي أقلعت من قبرص وبالفعل انتهت من تفريغ أكثر من 200 طن من المواد الغذائية الأساسية؟ بشكل عام كيف تقيمون إيصال المساعدات عن طريق البحر؟ اهلا بك، مساء الخير. اهلا بك. بالنسبه لهذه الخطوه، يعني بالنسبه لنا نحن كل جهد يسهم في تخفيف المعاناه في مناطق قطاع غزه وخصوصا مناطق غزه والشمال، يعني هو جهد ايجابي ومرحب به، ولكن تظل طرق ارسال المساعدات برا عبر المعابر التي تخص قطاع غزه هي الطرق الأكثر سهولة والأكثر فعالية والأسرع، لأنه يعني نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من النازحين في مناطق قطاع غزة، نتحدث عن يعني أزمة حقيقية ومجاعة تتكثف في مناطق شمال وغزة، أعداد كبيرة بانتظار كميات كبيرة أيضا من المساعدات، بالتالي إرسال المساعدات عبر القوافل برا ومن خلال المعابر الأمريكية عبر الطرق الأفضل والأكثر فعالية. وما الإشارات التي تصلكم من خلال هذا التصميم الأمريكي والخطوات الدولية والأوروبية باستخدام هذا الممر البحري لإيصال المساعدات، على الرغم من تأكيدكم وتأكيد كثير من المراقبين بأن الطرق والمعابر البرية هي أكثر سهولة ويسرا وسرعة وقدرة على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات تلبية للحاجة الملحة في القطاع؟ يعني بالتأكيد، يعني كما ذكرت الطرق البرية يعني هي الأفضل، وحتى أن يعني هناك خبراء أمميون يعني قالوا سابقا أنه لا غنى عن الطرق البرية. طرق الإنزال الجوي أو إيصال المساعدات بحرا يعني هي ستؤدي إلى انفراجها بشكل أو بآخر، أو يعني ستساعد إلى حد ما، ولكن بطبيعة الحال يعني لا يوجد بديل عن الإرسال المساعدات بشكل طبيعي وعن طريق البر. يعني نتحدث برضه نحن عن أعداد شاحنات نحن نستقبلها مثلا من معبر رفح، من معبر كرم أبو سالم جنوبا، هذه إذا تم مثلا زيادة الأعداد في الشاحنات التي تدخل من الجنوب وتسهيل تدفقها إلى مناطق غزة والشمال فستكون يعني أفضل بكثير، خصوصا ان الأونروا لديها يعني الاليه، لديها الطواقم التي تمكنها من استلام كميات كبيره من هذه الشاحنات ومن ثم ايصالها الى مراكز التوزيع او مراكز الايواء وايصالها بالتالي الى مستحقيها. طيب. يعني بالتاكيد يظل الخيار ارسال المساعدات البريه هو الافضل والاكثر فعاليه. ماذا بشان ايضا اعمالكم ومهماتكم على الأرض في قطاع غزة، طبعا في ظل الأوضاع الصعبة، القصف المستمر، العمليات العسكرية، وكذلك أيضا شح وربما ندرة واختفاء المواد الأساسية التي تقومون بإيصالها إلى المحتاجين؟ هل لكم أي دور أيضا في مسألة التنسيق أو توزيع هذه المساعدات البحرية؟ فيما يتعلق بالآلية المتعلقة بتوزيع المساعدات البحرية ليس لدي تفاصيل عن يعني ما إذا الأمر يكون ضمن من سيوزع هذه المساعدات أم لا، حقيقة لا يوجد لدي تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. فيما يتعلق بالشق الآخر من سؤالك، التحديات لا تزال قائمة بطبيعة الحال لأن الحرب أصلا لا تزال مستمرة، وكما تشاهدون على شبكات الإنتاج يعني عمليات القصف والغارات الجوية هي مستمرة سواء في مناطق الشمال مناطق الوسط والجنوب، بالتالي هناك عقبات، هناك تحديات توضع امام العاملين لدينا في المجال الانساني لايصال هذه المساعدات. اذكر ايضا ان اعداد مره اخرى يعني اعداد الشاحنات التي تدخل من معابر الجنوب هي في المتوسط لا تتعدى ال 100-160 شاحنه في اليوم الواحد، فيقول ان الاحتياج في قطاع غزه يتطلب على الاقل 500 شاحنه يوميا وبشكل منتظم، وبالتالي هذا ينعكس بشكل اساسي على
شح كبير في المواد الغذائية، وهذا من المطلوب بشكل يومي. يعني عندما نتحدث مع الزملاء في الميدان ومع الأصدقاء في قطاع غزة المهم من المتواجدين الآن، هناك فعلا نقص في جميع المستلزمات والمواد الغذائية الأساسية، الطحين، الأرز، السكر، كل هذه يعني متواجدة بشكل قليل جدا، لا يتمكن الجميع من استمرار. وكما ذكرت سابقا، السكان اصبحوا معتمدين بشكل اساسي على المساعدات التي تقدمها الأونروا وباقي المؤسسات التي تستطيع ارسال المساعدات. ماذا عن الوضع في الشمال ايضا استاذه ايناس؟ يعني لانه هذه المساعدات حتى التي وصلت عن طريق البحر لن تكون قادره على الوصول بسهوله اذا وصل اي منها الى منطقه الشمال، ومعروف ان هناك 700 الف فلسطيني موجودين في مدينة غزة وفي الشمال، يعني باتوا يعانون تقريبا من المجاعة. يعني أيضا الأزمة تأخذ منحى جدا كارثي في مناطق غزة والشمال، لأنه حسب تقارير الأونروا وباقي المؤسسات الأممية مثلا الحديث يدور عن تقريبا على الأقل 23 طفل ماتوا بسبب سوء التغذية والجفاف. 25 على الاقل من ضمن هؤلاء 25 23 طفل ماتوا هذه المره ليس بسبب القصف ولكن بسبب الجوع، نقص التغذيه والجفاف. لدينا حسب التقارير ايضا ربع السكان هم معرضون بالفعل لفقر مجاعه. السكان في غزه والشمال لا يكادون يجدون قوت يومي، لا يكادون يجدون القبض بشكل يعني حرفيا. انا اتحدث يعني هناك عائلات لا تستطيع تأمين الحب، وبالتالي إمكانية أو ضرورة إيصال هذه المساعدات بشكل عاجل وبشكل يضمن وصولها إلى جميع السكان هو شيء أساسي. لا أعلم ما هي الآلية التي سيتم توزيع هذه المساعدات بحرا، ولكن من الواقع الذي نشاهده لابد من إرسال هذه المساعدات بشكل عاجل جدا وبشكل كافي أيضا. نعم. لأننا نتحدث عن أعداد كبيرة لا تزال هناك في المنطقة، يعني حسب التقارير أيضا هناك 300,000 نسمة. نعم. أنا أتحدث عن تقارير أممية، 300,000 نسمة لا زالوا يسكنون غزة والشمال، هؤلاء بحاجة لمواد غذائية، بالتالي لابد من ضمان وصولها. شكرا جزيلا لك من القاهرة الأستاذة إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة.